سنة 1992، يعني تقريبا من ايه، من 25 سنة، دعيت ألقي محاضرة في طابور الصباح لمدرسة قاسم أمين الإعدادية للبنات، وكان بيحتفل مش عارف بمرور كم سنة. رحت أنا، وقفت في الطابور، فبسأل المديرة، بقول لها، كان اسمها النظرة زمان، ناظرة، ناظرة المدرسة، بقول لها حضرة النظرة كم عدد البنات؟ قالت 3000. لم أجد فيهم بنتا غير محجبة إلا بنت واحدة استلفتت نظري، طلعت مسيحية. فأنا قلت في الطابور إيه؟ يجي قاسم أمين يتفرج، ها؟ كان يموت تاني، صح ولا لا؟ كان يموت كمدا، يعني مدرسة قاسم أمين ما فيهاش واحدة متبرجة. فالحجاب والحياء طبيعة عند المرأة العربية بطبيعتها، بطبيعة عند المرأة المسلمة، الحياء طبيعة، لا إله إلا الله سبحانه.